السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم راح نتكلم عن اضافات التحديث الجديد بالاضافه لجوائز فول جايز الجديده اللي بتحصل عليها داخل فورتنايت. فقبل بدايه مقطعنا لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، اهم شيء لا تنسى كود الشوب واي زد واي دي دي، هاي الاشياء بتعملها بيكون دعم كبير الي، ولا تنسى انك تشارك على الجيف اواي بحساب الانستغرام، مسوي جيف اواي على حزمه ناروتو، فكل عليك تدخل على الانستغرام الرابط بالوصف وتشارك ببوست المسابقه اللي هو الخاص بحزمه ناروتو. طيب نبدا مقطعنا، راح يكون جدا سريع. بالاول نتكلم عن حزمه الطاقم الجديده، هذا السكن راح يكون هو حزمة الطاقم لشهر 7، راح ينزل بواحد 7. السكن راح يتكون من ستايلين، زائد حقيبة الظهر، وعندك جلايدر، وعندك بيكاكس، وبحكي لك بيجي معاه طور الزومبي. اوكي، هذا الفيديو استعراض اغراض الحزمة. عندك السكن، نشوف الستايل الاول والثاني، شايفين حقيبة الظهر كيف. هذا الستايل الاول، الفرق بين الاول والثاني اللبس هون اطول صار. اوكي، هذا الستايل الثاني. عندك الاكس، جميل الحقيبة شفناها، الاخطبوط، وهي الجلايدر. شفت الحزمة حلوة نوعا ما، شو رايكم فيها؟ اكتبوا لنا بالتعليقات كم بتقيموها من 10. طبعا بالنسبة لهي الحقيبة جتني اسئلة كثير، انه الحقيبة انحذفت من حسابي واخذوها فورتنايت، حذفوها من حساب الجميع، السبب انه فيها مشاكل فحذفوها مؤقتا حتى يحلوا المشكلة اللي فيها وراح يرجعوها للكل، فسبب حذف الحقيبة بشكل مفاجئ. سلاح الفلير جن اخيرا رجع للعبة مع تحديث اليوم، وهي تجربته في اللعبة. السلاح زي النظام الاول، بحرق وبفجر وبنفس اللحظة بكشف لك اماكن. شو اللي اختلف عن اول؟ انه صار زي العاب ناريه، يطلق زي العاب ناريه وتنفجر وبنفس اللحظة تكشف لك اماكن، فصار منوع اكثر من شغله. يعني شايفين كيف تقدر تستخدم العاب ناريه وبنفس اللحظة بكشف لك محيطك. وعندك سلاح الريب سور جديد، كان موجود بس بمدينه واحده، الان راح يكون موجود بكل الشيستات بشكل عشوائي لغايه شهر 7، يعني لغايه 25/7 معانا تقريبا شهر، فانه راح ضل بالصناديق بس ل 25/7، بعدين نرجع بس بمدينه واحده زي اول. عندك مدينة احتلتها شجرة الواقع اللي هي مدينة بوتر بيرن، الآن صار لها ثلاث أشكال، زي فكرة مدينة لوجام. لوجام كل ما تنزل جيم تلقى إنه المدينة تغيرت، فهاي المدينة بوتر بيرن الآن تغير صار لها ثلاث أشكال. الشكل الأول اللي هو القلعة المرجانية اللي كانت معنا بالشابتر الثاني، بتفوت جيم بعده بتلاقيها صارت نيو تلتد. الجيم الثالث بصير عندك زي الكلوسل، هذا كان موجود معنا بالسيزون الخامس الشابتر الثاني أتوقع، أيام الصحراء، اللي زي حلبة المصارعة الرومانية هيك، نسيت اسمه بالعربي بصراحة. فعندك ثلاث أشكال هاي قدامكم، راح تكون موجودة بهاي المدينة كل جيم شكل. طيب نيجي لأهم إشي بمقطعنا اليوم اللي هو الجوائز اللي قدامكم، أو وين الجوائز أصلاً؟ مو عارفين شو الجوائز ولا التحديات. الإشي المضمون يا شباب إنه في رابط لجوائز بين فول جايز وفورتنايت وبين فول جايز وروكت ليج، يعني الجوائز ممكن تكون حقيبة فول جايز جوا فورتنايت، ممكن تكون شخصية فول جايز فوق سيارة روكت ليج، مش بيجي فوق السيارة زي أشكال بروكت ليج. فالتعاقد راح يكون بين فول جايز وفورتنايت وفول جايز وروكت ليج، احنا بهمنا فورتنايت، فممكن ناخذ جوائز من هذا التعاقد عن طريق التحديات راح نسويها. فما اتوقع شو ممكن تكون جوائز، على الاغلب ممكن تكون رقصه، حقائب ظهر، لانه هم السكنات زي شكل حقيبه الظهر كيف فكره امونج اس، فمناسبين يكونوا كمان هم حقائب ظهر، فعلى الاغلب راح يكونوا حقائب ظهر، بالاضافه لاشياء ممكن يسووها فورتنايت، اكس، رقصه. فالموقع لما نفوت على الرابط بيطلع لنا انه مقفل لسه، شو السبب؟ لانه لسه ما اطلقوه، ما عملوا له لانش، فان شاء الله بكره الاربعاء راح يطلقوه وراح تنزل التحديات، ووقتها راح انزل مقطع بقناتي على طول كيف نسوي التحديات وكيف نجيب الجوائز فورتنايت، وممكن نشوف تحديات كمان روكت ليج اذا فيها اشياء مهمه. فخلك متاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس حتى توصلك اشعارات المقاطع اللي بنزلها اول باول. فاكتبوا لنا بالتعليقات شو توقعاتكم بخصوص الجوائز، هل ممكن تكون حقائب فور جايز فورتنايت ولا اشياء ثانيه؟ اكتب بالتعليقات اني راح اشوف كل التعليقات. فبس شباب، بالنهايه لا تنسى تشارك بالجيف اواي على حزمه ناروتو في الانستغرام، الرابط بالوصف. فبس اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك فيها، فعل زر الجرس، وربي يسعدكم مع كل شيء. مع السلامه، ولا تنسوا كود الشوب واي زد واي دي دي. يزيد سهل. اصبر، حد سهل. ساعدني معي عمر، ساعده معي اسرع. سريع يا الله. تقدر ولا تقدر؟ خلص يا موت عمر. يلا طيب، يلا هرب خلص، امسكني تعال. يزيد امسكني تعال. عندي اثنين بسرعة. يزيد والله لا تنصغرت. واحد نور باقي عليكم. يوبي واحد ون شوت.